السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعضهم ومن تصريحات سابقة له تتنبأ أنه لا يمكنه أن يصرح بشيء دون ضوء أخضر أو موافقة أو توجيه، وعليه لا نستطيع أن نتعامل مع اقتراح أحدهم لمذهب جديد أو التفكير بمذهب جديد على أنه مجرد رأي شخصي يطرحه أحدهم، وإنما قضية يراد لها أن تثار، ومسألة يراد لها أن يتكلم بها وتحدث جدلاً ما حولها. وفي النهاية يسأل أهل العلم: يا جماعة، من وين بيطلع الواحد بمذهب جديد؟ حتى أصحاب المذاهب لم يأتوا ليقولوا للناس: نحن نحمل مذاهب عليكم أن تسيروا عليها، أو نريد أن نهديكم سبيلها. الناس فيما بعد تلقفت مذاهبهم وأخذتها، والبعض الآخر كان له مذهب يسير عليه الناس، ولكن هذا المذهب اندثر ولم يعد أحد يتحدث عنه كمذهب الأوزاعي وغيره. إذن القضية ليست قرارا من أحدهم أو فكرة من أحدهم، حتى أنك لا تجد له كتبا في أصول الفقه يعتد بها حتى تناقش أفكاره، وإنما إرث له تبعات وشروط ومعايير أصعب من أن تترك لفلسفات البعض أو اجتهاداتهم. على جميع الأحوال، هذا الحديث يفرض نفسه شئنا أم أبينا. نريد أن نتحدث عن قضية الدعوة لمذهب جديد والطريقة العملية للتعامل مع هكذا دعوات، نتحدث بها مع فضيلة الشيخ، ثم نفتح المجال لأسئلتكم سواء عن هذا الموضوع أو عن أي سؤال فقهي تودون السؤال عن. فضيلة الشيخ حسان حلاوة، الأمين العام المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، حياكم الله ومرحبا بكم ابتداء. حياك الله وأهلا وسهلا بك وبإخوان المشاهدين في كل مكان، ونبارك مقدم العشر الأواخر من هذا الشهر الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ونصر وسلم وسلام للعالم كله إن شاء الله ولأمة الإسلام يا رب. فضيلة الشيخ حسن حلاوة، كأمين عام للمجلس الأوروبي للإفتاء وعضو في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وفي أكثر من مؤسسة فقهية، كيف تلقيت الدعوة لمذهب فقهي جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحب الكرام ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، أخي الحبيب الأستاذ عدنان، لك التحية والإخوان وإخواتي المشاهدين في كل مكان، وأسأل الله دائما وأبدا أن يثبت أهلنا في بيت المقدس، وأن يعينهم على ما ابتلاهم به، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يعين المسلمين في كل مكان بل والعالم كله على أن يؤازروهم ويشدوا من أزرهم، والله سبحانه وتعالى يؤيدهم بنصره إن شاء الله توفيق. الحقيقة أنا لما بلغني أحد الإخوة هذا الخبر ظننته يضحك يمازح معي، فيعني فتكلمت معه فقال: لا، أنا أتكلم بجد، فلان، وذكر اسمه، ظهر وقال بأنه يعني يتمنى أو هكذا كما قال أن يكون على يده أن يضع مذهبا جديدا، فظننت مذهب في أي شيء آخر، فقال: لا، إنما يتكلم عن مذهب فقهي لأنه يستدرك أشياء يحب أن يضعها في المذهب الجديد الذي يريد أن يقيم. وقلت: لعل هذا الذي يتكلم عن أنه يريد أن يقيم مذهب فقهي، مع أني لا أتصور أي مجمع من المجامع الفقهية التي فيها الآن جهابذة العلم في كل مكان، سواء كان المجمع الفقهي في جدة، مجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، مجمع رابطة العالم الإسلامي، مجمع الفقه في الهند، المجمع الفقه في السودان، في أي مكان، وكثير تلك المجامع
في بلاد المغرب العربي، المجامع الفقهية في بلاد الشام وغيرها، ما يجرؤ وأنا أتكلم بملء في، ما يجرؤ مجمع فقهي من هذه المجامع أن يقول أنه سيقوم بوضع مذهب جديد. هذا لا يخطر على بال إنسان عاقل أبدا. لماذا؟ لأن أولا ما في أحد من أهل العلم من أصحاب المذاهب المتبعة الآن في العالم كان يزعم أنه يقوم أو يقدم للناس مذهبا أبدا. لا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، ولا الإمام مالك، ولا الإمام أحمد بن حنبل، ولا الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه. إنما الجماعة كانوا مجتهدين في العلم وكانوا مؤهلين لأن يقدموا للأمة الجديد، فقدموا. الناس رأوا في علمهم شيء فتابعوهم في علمهم، العلماء اللي تابعوهم، ثم أخذ هؤلاء العلماء يشرحون للناس فقه هؤلاء الناس حتى صار لهؤلاء العلماء أتباع دون أن يعلموا. ربما وأزعم هذا، ولا واحد منهم في حياته عرف بأنه صاحب مذهب متبع في الدنيا كما هو اليوم. نعم، الإمام مالك لما أراد أبو جعفر المنصور أن يلزم الأقطار التي تحت إمرته بالموطأ، وفي الحالة دي ممكن كنا نقول بأن يعني أو مذهب منتشر أو، لكن ماذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله وهو إمام أهل المدينة وإمام العلم، وكان يقال لا يفتر مالك في المدينة. ماذا قال مالك؟ أستحلفك بالله يا أمير المؤمنين لا تفعل، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار ومع كل واحد منهم علم من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى إن فعلت ذلك أن تكون فتنة. وأبى الإمام مالك، أبى. لكن إحنا للأسف يا أخي الحبيب، للأسف، فقلت دعني أبحث وأفتش في مؤهلات هذا الشخص الذي يزعم أنه يود أن يكون على يديه المذهب الجديد، فما وجدت له تخصصا في الفقه ولا دراسات شرعية، ولا وجدت، كل دراساته لغوية أدبية. هذا الذي درس، حتى هذا الذي كتبه على صفحته الخاصة به، هذه دراساته، والدراسات اللغوية والأدبية هي جانب من جوانب عدة لمن يؤهل للاجتهاد، لأن الأئمة المتبعون هم أئمة مجتهدون. وقبل أن يفكر الإنسان في أن يعني يكون حتى مفتي، لا بد أن يفكر في الآليات التي تؤهله لأن يكون مفتيا. فما بالك بأن يزعم بأن يكون مجتهدا؟ وهؤلاء الأئمة كما يعرفون في عند الفقهاء بالمجتهد المطلق. إذا قيل المجتهد المطلق فيقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وقد يقال غيرهم، لكن درست يعني علومهم، لأن لم يكن لهم كما قيل من يكتب، وهم لم يكتبوا عن أنفسهم، يعني لم يكتبوا علمهم، لأن سبب انتشار علم هؤلاء إما أنهم كتبوا، وإما أنهم أملوا، وإما أنهم كتب عنهم. تمام؟ إما أنهم كتبوا زي الإمام مالك كتب الموطأ عليه رحمة الله، أو الأم أملاه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، والإمام أحمد له المسند، ومع ذلك كانت له آراء الفقهية وكان يأبى أن تكتب، والإمام أبو حنيفة. وأريد أن أقول في إطار هذه المذاهب هناك مجتهدون كثر، لكن هؤلاء المجتهدون الكثر لم يجرؤ أحدهم زي محمد بن الحسن
الشيباني عليه رحمة الله، ومثلا في المذهب الحنفي، وعندك الإمام المزني والنووي في المذهب الشافعي، عندك مثلا الإمام يعني ابن تيمية وغيرهم. في كل مذهب يا سيدي هناك أئمة مجتهدون، لم يجرؤ أحدهم أن يقول أنا سيكون لي مذهب أو أنا أود أن أقيم مذهبا جديدا، لأن كل واحد منهم كان يعرف قدره ومقداره ويعرف قدر أهل العلم الذين سبقوه. لكن أنا أعتبر الدعوة هذه فيها استخفاف بالعلماء وبقدرهم. ويعني في عصره، العصر اللي احنا فيه، هناك رأينا أساطين العلماء، رأينا كبار الفقهاء، رأينا أمثال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله ولم يزعم لنفسه أنه يأتي بمذهب، رأينا الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله، رأينا الشيخ القرضاوي عليه رحمة الله اللي عنده موسوعة الآن من 105 مجلدات، 105 مجلدات موسوعته التي طبعت، ومع ذلك لم يزعم رحمهم الله جميعا أحد منهم أنه سيكون له. ما حاجة العصر إلى اجتهادات؟ لا ينكر أحد ذلك أبدا. ماذا تعمل المجامع الفقهية؟ المجامع الفقهية تعرض علي المسائل وتجتهد وتستدعي أهل الاختصاص وأهل الخبرة، ومسائل العصر يا سيدي لا يقدر عليها عالم واحد. مسائل عفوا شيخنا، بدي أقف عند هذه النقطة، لكن في معنا اتصال نقف عنده قليلا ثم نتابع بعد إذنك. زكريا من برمنغهام، تفضل زكريا. أخي الكريم، الله يزيد من فضلك يا أخي. تفضل الشيخ يسمعك. أخي السلام عليكم، سامعني يا أخي؟ نعم نعم عليكم سامعينك. السلام ورحمة. تفضل. أخي والله عندي مشكل بريطانيا هنا يا أخي، وبغينا ما كبي نقلبوا على حل، يعني كيف أرجع اللجوء؟ أنا كنت مقدم اللجوء. بس هذا بتروح للبرنامج الاستشارات القانونية وليس البرنامج الفقهي. إذا كان في سؤال ديني بخص فتوى دينية تفضل، إذا كان السؤال بتعلق بأوراق الإقامة أو أمور اللجوء بتحكي مع البرنامج الخاص بذلك. وين هو البرنامج أخي الخاص؟ الآن الزملاء بيردوا عليك. شكرا لك، حياك الله. طيب شيخنا، فقلت إنه الآن لا يستطيع الفرد أن يحل مكان المؤسسة، المؤسسة الفقهية هي أجدر بقيادة هذا المشروع. هل هذا يعني خلاص أنه انتهى عصر الأفراد في العلوم الفقهية؟ لا لم ينتهى عصر الأفراد، إنما نحن نقول بأن المشكلات العصرية التي يدعو الناس الآن، التي يدعون إلى المراجعة فيها وإلى يعني النظر وإلى تجديد الخطاب فيها، هذا يحتاج إلى مؤسسات ولا يحتاج إلى أفراد. وهناك فرق بين تجديد الخطاب وبين تجديد الفقه. ماذا سيجدد في الفقه؟ يعني هل الصلوات هل يراد لها بدلا من أن تكون 5 مثلا أن تكون 2 أو 3؟ هل هذا هو المذهب الجديد؟ هل المذهب الجديد مثلا يعفو الأمة من صيام رمضان خاصة عندما يأتي في الصيف؟ هل الصيام المذهب الجديد مثلا يلغي فريضة الحج أم يكثرها حتى يعني أنا لا أدري الحقيقة ماذا يرب المذهب الجديد؟ يعني حتى لما العلماء فسروا إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، قالوا يعني المعنى بالتجديد هنا تجديد الخطاب، تجديد الخطاب. فالخطاب يحتاج لا شك بما يلائم العصر ويلائم مصر. ونحن نقول حتى الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعصور إلى آخره. لكن يا سيدي ما قال يعني لما العلماء فسروا هذا الحديث قالوا ولربما يعني يكون المعنى حينا
بأن الذي يجدد لهذه الأمة تكون جماعة، يكون مجمع فقهي، يكون شيء يبرز الأمة، شيء تجتمع عليه. الأمة الآن تحتاج إلى مصلحين، تحتاج إلى مصلحين، لا تحتاج إلى مذهب جديد. ماذا سيأتي بما يود؟ لا أدري. وكما قلت لحضراتكم، يعني هذه البلايا التي تصدر بين الحين والآخر من أمثال هؤلاء إنما تدل على قصر يعني وبعد عن الشريعة وعن دين الله سبحانه وتعالى. والإنسان لو كان يعلم الفقه ويعلم الشريعة لكان علم بأن بفضل الله سبحانه وتعالى في الشريعة الغراء وفي الفقه وفيما تركه لنا علماؤنا رضوان الله عليهم ما يغني. ولا يمكن بحال من الأحوال إن إحنا يعني نهمل هذا التراث. أما إذا كانت هناك مسائل جديدة شائكة تحتاج إلى مراجعات، تحتاج إلى إفتاءات، لا مانع، ما حد يمنع. لكن هذه مكانها ليس فرد يقوم يقول أنا، إنما هذه مكانها المجامع الفقهية والمجالس العلمية، وليس مكانها يا سيدي الأفراد. يعني أنا قلت لك لا، برنامج عشان يعمل الواحد لايكات، برنامج على السوشيال ميديا يعني، فبروح بعلن فيه هذا الإعلان وبعمل فيه هاي الفقاعة. هنا الهاشمي من السعودية، وأسف على المقاطعة، شيخي بيقول هذا النكرة الذي يريد أن يخترع لنا مذهبا جديدا، يمكن يقصد على الدين الإبراهيمي الجديد. للأسف هذا الشخص كذا، وهو يصفه بعض الصفات في طبيعة شخصيته. نعم، يعني أنا لا أحب حتى أن أذكر اسمه، ولعلك لاحظت أنا لم أذكر اسم، لكن هذه أنا بأتكلم عن أصحاب مثل هذه الفكرة، لأن الفكرة هذه ما قامت هكذا شيطانية من عقله، لا، الفكرة هكذا لها بعض العلمانيين الذين يدعون إلى مسخ الدين، إلى مسخ الدين وإلى ترك تراث الأولين وإلى فهم عصري للنصوص وفق المعطيات الموجودة عندهم. هؤلاء يريدون دينا جديد الحقيقة، لا يريدون مذهبا، هم يريدون دينا جديد. أما يتفضل يجتهد ثم يأتي الناس بعد ذلك كما حدث مع الإمام الشافعي ومع مالك وأحمد وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعا، يتفضل يجتهد يا سيدي ويقدم يعني مسائل يقدم فيها اجتهاده ويقدم فيها الفتاوى ويقدم تفسيرا ويقدم علما ويقدم أصولا، ثم بعد ذلك يرى العلماء فيه فيتبعوه ويقول هذا مجتهد جديد وهذا يستحق أن يتبع. نحن عندنا أئمة عظام ربما لم يكونوا أقل شأن من الأئمة هؤلاء، ومع ذلك لم يعني يتبع أحد علمهم ولم يكن لهم مذهب. الإمام الثوري عليه رحمة الله مثلاً، أحد الأئمة العظام، الإمام الليث، نعم، يا كبير من كبار العلماء والأئمة. الإنسان لو جلس يعدد أمثال هؤلاء ما ينتهي، ومع ذلك ما سمعنا أحد يقول أنا مذهبي ليثي أبدا، وما سمعنا أحد يقول أنا مذهبي تبع محمد بن الحسن، ولا سمعنا. هؤلاء كانوا علماء، نعم. أبو يوسف ما سمعنا أحد، ابن تيمية ما سمعنا أحد. لما ابن تيمية الذي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كان يعني أعجوبة عصري بحق، وكان رجل بحر من العلوم في الفقه في الحديث في اللغة، مع ذلك لم يزعم لنفسه أنه صاحب مذهب، وكان ينقل عن الأئمة الأربعة وينقل عن غيرهم، ينقل عن مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ويجلهم، بل كتب يعني رسالة قيمة
في أسباب اختلاف هؤلاء الأئمة يدافع فيها عنهم وعن اجتهاداتهم رضوان الله عليه وعليهم. هذا هو العلم، هؤلاء هم العلماء. نعم. تلميذه ابن القيم لم يدعي بأن ابن تيمية إمام مذهب أبدا. نعم. نعم، الحديث يطول في هذا السياق، ولكن المسألة واضحة. هل هذا يعني احتكار للتجديد في الدين؟ احتكار؟ يعني أنا عفوا بستخدم المصطلحات التي يمكن أن يستخدمها ذلك الطرف. احتكار للتجديد يعني هو يريد أن يحتكر التجديد؟ لا، يعني أنه حضرتك وغيرك من العلماء لما ترفضوا أي فكرة جديدة يقوم بها أولئك الناس، لما ترفض الفكرة من حيث المبدأ الدعوة لمذهب جديد، يعني إحنا لسه ما شفناش المذهب تبعه، ما شفنا الآراء تبعته، مجرد إنه قال إنه بالدعم المذهب جديد إحنا رفضنا الفكرة، هل هذا يعني احتكار؟ أنا لست عالما، إنما أنا أتكلم عن سادتي العلماء، أنا طويلب بالتصغير، لست طويلب علم، لكن أنا أحترم علمائي وشيوخي وأقدرهم وأحترم الدين الذي أتبعه وأقدسه. أنا أجل العلماء وأعرف قيمة العلم وقيمة الفقه، يعني هكذا المجال مفتوح. يعني أنا لما يجي أحد يعترض أقول له تفضل يا سيدي، الساحة مفتوحة من غير ما يتكلم. هو لماذا يقول أنا أريد أن هذا وغيره، أنا أريد أن يكون على يدي مذهب جديد؟ لماذا لم تظهر له كرامات هذا المذهب؟ لماذا لم نرى له إفتاءات ولم نرى له كتبا في أصول الفقه وكتبا في الفقه وكتبا في التفسير مثلا؟ أو لماذا لم نرى له مثل هذا حتى نستطيع نقول والله هذا مبشر يعني لأن يكون صاحب مذهب؟ لا، ما ينفعش. وبعدين أصحاب المذاهب سبحان الله، هؤلاء أهل العلم بيبدو عليهم من صباهم. الإمام الشافعي لما راح عليه رحمة الله إلى الإمام مالك في المدينة ويعني أعطاه الموطأ ليقرأه حتى يصبح، ما جاء الصباح إلا والإمام الشافعي قد حفظ الموطأ كله. ولما حضر مجلس الإمام مالك رضوان الله عليهم جميعا وأراد، ما كان يتك إلا ورأى عند الإمام الشافعي قد حفظ الموطأ، عارف الإمام الشافعي صاحب أول كتاب في أصول الفقه الرسالة، الإمام مالك رضي الله عنه صاحب هذا الكتاب العظيم كتاب الموطأ. يعني يا سيدي، الإمام أحمد صاحب المسند، الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه الذي يلقب بالإمام الأعظم صاحب المسند وصاحب العلم الغزير، وهؤلاء الطلاب الذين رباهم كأبي يوسف ومحمد ابن الحسن، هل جرؤ أحد منهم أن يقول يعني أريد أن يعني أقول بأن الإمام أبو يوسف ومحمد ابن الحسن خالف الإمام أبي حنيفة، خالف الإمام أبا حنيفة رضوان الله عليه تقريبا ربما في ثلثي ما ذهب إليه، ومع ذلك لم يزعم أنه ده مذهب جديد، إنما قال عن اختلافه مع الإمام، قال هو اختلاف زمان وأوان ومكان وليس اختلاف دليل وبرهان. مش استدركنا أدلة على شيخنا أبو حنيفة فإحنا أصحاب بقى، لا أبدا، لأن زي ما كنا فتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال، تغير زمن الإمام أبو حنيفة وجاء الزمن الذي بعده، فكان لأبي يوسف إفتاءات ولمحمد بن الحسن إفتاءات، لكنهم عرفوا قدر شيخهم، ودائما ما كانوا يقول قال شيخنا وقدروه. واعلم يا سيدي أن مثلا يعني كل منهم، الإمام أحمد تتلمذ على يد الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، والإمام الشافعي تتلمذ على يد مالك وعلى يد محمد بن الحسن وعلى يد أبو يوسف، والإمام أبو حنيفة تتلمذ على يد كبار التابعين، أما أمثال هؤلاء على يد من تتلمذوا؟
عندما يكتبون عن أنفسهم لم يتتلمذوا على يد فقيهم من الفقهاء حتى يقال بأنهم أخذوا فقهه، ويعني وزي ما قلت ما فيش واحد صاحب مذهب يقول أنا أعمل لكم مذهب، هذه مش طبخة، هذه مش أنا آسف مش شربة هيعملها ولا لا، ده دين ليس بهذه الطريقة يقال هكذا في البرامج وفي المنتديات وفي لا 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 تمام. هذا استخفاف بالعلم ودلالة على عدم معرفة قيمة الفقه وقيمة العلم، لأنه لو يعلم أمثال هؤلاء قيمة العلم ما جرؤوا أبدا أن يتكلموا بهذه الطريقة. لماذا؟ كأن يصور أن هذا العلم سيشربه في كأس ثم يقوم الصباح فيخرجه كتبا ومراجع. لماذا غدا التجرؤ على قضايا الدين في كثير من دولنا العربية والإسلامية أسهل من انتقاد الحاكم، أسهل من إعداد صحن سلطة كما يقال؟ هو الجهل بدين الله يا سيدي، الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، حيث تصدر كل من يعلم ومن لا يعلم، تصدر من درس ومن لم يدرس. هل يجرؤ يقول أنا عندي نظرية في الطب جديدة سأقولها غدا؟ لا، لقامت عليه الدنيا ولم تقم. هل يجرؤ أن يقول عندي نظرية في الهندسة أو في حتى في العلوم الاجتماعية جديدة؟ لا يمكن أبدا. ولذلك رحم الله شيخنا الغزالي، سمعتها منه بأذني هذه، كان يتكلم عن مثل هؤلاء الذين يتجرؤون على الإسلام، فكان يقول يعني هو هكذا قالها بالمصري، هو الإسلام هو الدين الهفي الوحيد اللي كل واحد يعني ينهش فيه هكذا. نعم، فنسأل الله السلامة ونسأل الله السداد ونسأل الله أن يعلمنا وأن يبصرنا. نعم. آمين. وما كنا نود أن يفتح باب للفتن في مثل هذا الشهر وفي هذه الأيام الطيبة المباركة، كنا نود أن تكون هناك تذكرة للناس بتزكية النفس وطهارتها والصعود بها إلى درجات الخير والرضا من الله سبحانه وتعالى. كنا نود مواعظ يعني حتى يقبل الناس على الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة، ولكن هكذا حال أمتنا، نسأل الله لها السداد والعافية. نعم. أحد الكتاب الليبراليين في دول الخليج رحب بدعوة صاحب الدعوة للمذهب الجديد، ولكنه قال في ثنايا مقاله أن هذا لا يكفي، نحن نريد إجراءات تحارب السلطوية الفقهية علينا. هكذا. نعم، هو أمثال هؤلاء العلمانيين الذين يعني اللهم إني صائم، أمثال هؤلاء العلمانيين يعني هم لا يكتفوا، هم يريدوا في الأصل أن ينزوي الدين في زاوية المسجد ولا يخرج منه أبدا، كما حدث للنصارى عندما انزوى دينهم في الكنيسة، هم يريدوا أن ينزوي الإسلام في المسجد، لا تتحدث عن الإسلام أبدا إلا في المسجد، لعلهم هذا هو المذهب الذي يريدون. أما عندما تتكلم عن أي شيء خارج المسجد فلا يسمح لك إلا في هذا الإطار. لو تكلمت عن الإسلام ومثلا نظام الحكم يقولون لك هذه سياسة، لو تكلمت عن الإسلام والعدل سياسة، عن الإسلام والحرية يقولون سياسة، هكذا. إنما لا بأس أن تتكلم عن نواقض الوضوء، لا بأس أن تتكلم عن الغسل وسننه، لا بأس أن تتكلم عن مبطلات
الصلاة وهكذا، لكن لا تتعدى الأركان. نعم. بل هناك محظورات حتى في هذه يعني القضايا. صحيح. في هذه أستأذنك الأركان. أستأذنك شيخي، معنا نور الدين من تونس. تفضل نور الدين. نور الدين، السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. تحية خاصة لك يا سيدي وإلى الشيخ الفاضل. مرحبا. ونرجو لكم التوفيق إن شاء الله. حياك الله أخي الكريم. أنا عندي مشكل. أنا كنت في بداية التينات، معناها رجعت بتاعت ربي سبحانه وتعالى نتاع في الله، وكنت أشعر بالسعادة في هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى، لكن وقع لي ابتلاء عظيم نوعا ما بالنسبة لي ما نجمش نتحمله، وشعرت بنوع من عدم الرضا من هذا الابتلاء، فأصبحت بعدها معناها لم أعد أتردد بطاعة الله، لم أعد أتردد بالإيمان اللي كنت نشعر به في بداية طاعة ربي سبحانه وتعالى. أشعر أن وكأن الله غاضب عني، معناها شعور مارقني. حبيت نعرف رأي فضيلة الشيخ في هذا الموضوع إن شاء الله. يعني أنت حضرتك الله سبحانه وتعالى من شدة محبته لك ابتلاك في أمر حتى يرفع درجتك في الآخرة ويمتحن إيمانك والتزامك في الدنيا ويسقله، ولكنك يبدو أنك لم تكن على قدر هذا الامتحان وكانت النتيجة عكسية وأنك ابتعدت بدلا من أن تقترب. هو في الحقيقة لم أبتعد فيما يخص عبادة لله، ولكن هو إحساس أرقني وأن أحس وكأني منافع في فقدانك الشعور بالسعادة في طاعة الله. تشعر أن الله تخلى عنك، غير راضي عني. تشعر أن الله تخلى عنك. إيه فعلاً. إيه. وهذا هو جوهر الاختبار. على كل أشكر صراحتك، وجيد أنك حاطط إيدك على الجرح، وإن شاء الله بمعية فضيلة الشيخ وبهمتك نستطيع أن نضمض هذا الجرح وتعود أقوى مما كنت عليه بإذن الله تعالى. شيخنا الحبيب، المجال عندك والسؤال معك، وسمعت قصة أخينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن 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 يحفظه وأن يحفظ شبابنا وأن يخرج أخانا مما هو فيه إلى الخير وإلى الحق. النبي عليه الصلاة والسلام خبرنا بأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل وعلى قدر إيمان المرء يبتلى. والذي يقرأ القرآن الكريم ويقرأ سير الأنبياء فيه والسلف يرى كيف أن الله جل وعلا ابتلاهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. المولى سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليختبرهم حتى يأتوا إليهم يعني في صفاء ونقاء وليست عليهم شائبة. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل وعلى قدر إيمان المرء يبتلى، على قدر إيمان المرء يبتلى. والذي يقرأ في سير السلف يعرف، وكما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: لو أذن لسوق أن يقام يسمى بسوق الابتلاءات. والإنسان يذهب يبيع بلواه، لكن بشرط أن يأخذ بلوى غيره، ليست هناك يعني نقود تباع بها هذه البلايا. وقال: لو أن كل إنسان ذهب إلى السوق ليبيع بلوته وليأخذ بلوة غيره لرجع كل واحد بما ابتلاه الله صابرا محتسبا. الإنسان عندما يبتلى يختبر لينظر الله سبحانه وتعالى هل هو صابر أم لا، فإذا صبر له الأجر. وبشر الصابرين. قبل قال: ولنبلونكم بشيء ليس كل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ماذا يفعل الشيطان عندما يبتلى العبد؟ يريد أن يزحزحه عن الصبر حتى يحرم الأجر. هو هذا فعل الشيطان، الشيطان يريد مني أن أحرم الثواب. فيأتي مثلا للعابد يقول له: دعك مما أنت فيه، اذهب اعمل كذا أو كذا، يشغله حتى يخرجه من العبادة فيضيع عليه أجر العبادة. يأتي إلى المبتلى فيقول له: أما وجد ربك غيرك؟ يعني لما الذي أنت فيها كذا، وأنت تعبد وكنت تصلي وكنت هكذا. الشيطان ينزغ له حتى ينزع عنه ويبعده من زمرة الصابرين وأجر الصابرين. تمام؟ فإذا سار العبد وراء الشيطان والعياذ بالله خسر، لأني كما قال العلماء: الابتلاء من الله واحد ينزل، لا يفرق بين مسلم وغير مسلم. ربنا يقضي أن يبتلى فلان في صحته، وأن يبتلى فلان، هذا مسلم أو غير مسلم عادي، هذا يبتلى المسلم وغير مسلم، يبتلى في صحته، المسلم والغير مسلم يبتلى في أولاده، يبتلى في ماله. لكن المسلم يقبل هذا الابتلاء بالصبر والرضا وبالقضاء، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فيحسب له الأجر عند الله ويعد في عداد الصابرين. أما غير المسلم فيضجر ويجزع، يمضي قضاء الله على هذا وذاك، هذا صبر وأخذ الأجر وهذا جزع فحرم الثواب ومضى عليه قدر الله سبحانه وتعالى. فإياك أخي الحبيب، إياك أن يعني ينزع الشيطان منك أجر الصابرين فيما ابتلاك الله سبحانه وتعالى، حتى وفيما أعطاك. سأل الله أن يرزقك الصبر، اقبل على الله، اقرأ في عدة الصابرين للإمام ابن القيم، اقرأ فيه، اقرأ في كتاب الصبر في القرآن شيخنا القرضاوي، اقرأ في القرآن الكريم، ومر على سيدنا على الأنبياء جميعا وهم يمتحنون ويبتلون، وهم الأنبياء مصطفون من عند الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أنا مع ذلك يبتليهم. نعم أنا شيخي ما أبدأ قاطع حديثك، الحديث مهم وما شاء الله عليك أعطيت نصائح جدا قيمة. أنا بدعو فقط كمان إضافة لكل ما تفضلت به، يحضر رحلتي إلى الإسلام الذي يبث على قناة الحوار في شهر رمضان، يشوف الناس اللي أسلموا المسلمين الجدد، وبعضهم كانت حلقته أمس وأول أمس، مروا بمحن عظيمة جدا، مات والده، أصيب بالسرطان، زوجته هربت وأخذت ابنه منه، مش عارف مين، كل هاي القضايا بالأخير أسلم، بيقول ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بهذه المحن كلها وكانت طريقي إلى الإسلام، يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كلهم بلا استثناء تجد أنهم مروا بتحديات عظيمة وخلاك أنا فهمت. بقول أنا رحت على صلاة الجمعة حسيت كأنها الخطبة لي، أول جمعة بيحضرها بحياته، الخطيب كان يتكلم عن فكرة أنه كيف يمتحن المرء عشان يختبر في إيمانه، عشان وإحنا دائماً بنحكي أنه الفحم لما بنختبره على درجات حرارة عالية بنطلع منه الألماس، لكن إذا كان درجات حرارة عادية عادي بيصير الفحم ملهوش أي معنى. فما شاء الله عنك شيخي، أنت أعطيت كثير ملاحظات مهمة وأرجو أخونا أنه يهتم بها. طب غير هاي القضايا اللي يشتغل عليها بنفسه المرء، ألا تشعر أنه أحياناً إحنا بحاجة للصحبة التي تذكرنا بالله، بحاجة إلى بيئة تقربنا من الله، بحاجة إلى أن نبتعد عن الرفاق أو عن المجتمع أو عن الرسائل التي تبعدنا عن فهم العلاقة على حقيقتها مع الله؟ يعني هي لا شك يا أخي الحبيب فضيلة الأستاذ عدنان، هناك وسائل تعين، زي ما هناك وسائل تعين على الفساد
وعلى البعد عن الله سبحانه وتعالى. هناك وسائل تعين على القرب من الله جل وعلا، هناك وسائل تعين على الطاعة، هناك وسائل تعين على ازدياد الإيمان. لذلك قال أهل العلم، قال الإيمان يزيد وينقص، وقال ربنا سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إيمانا مع إيمانهم، يعني عندهم إيمان لكن بهذه الأفعال الطيبة والخصال الحميدة يزدادوا إيمانا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى، كلما كان العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى كلما زاده الله رفعة وزاده هدى وفتح عليه فتوح العارفين. ولذلك نحن علينا أن نسلك الطريق. نعم. والإنسان لا ينتظر عندما يضع قدمه في أول الطريق أن يرى، نعم، كل شيء، لا، نما عليه أن يخوض في هذا الطريق. نعم. وسيرى رحمات الله وأنوار الله ورضا، نعم، الله سبحانه وتعالى. استأذنك. سيرى كل شيء حتى يستوي عنده يعني البلاء بما يبتلى به، ما يؤخذ منه بما يعطي. أستأذنك. نعم. معنا أبو محمد من الكويت، تفضل أبو محمد. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تقبل الله منا ومنكم. منا ومنك صالح الأعمال. آمين. بس في استفسار عن وقت توزيع الميراث بعد الوفاة، هل في وقت محدد؟ يعني هل السرعة مطلوبة ولا التأجيل ولا؟ بس إذا بتفيدونا. ربنا يرحم من مات ويبارك في عمر من بقي. فضيلة الشيخ بيسأل أبو محمد، هل هنالك شيء بالسنة على توقيت مثالي لتوزيع الميراث بعد الوفاة، وما النصيحة في هذا السياق، متى يوزع يعني الميراث بعد وفاة أحدهم؟ أثمن على دعوتك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من مات ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. إذا كان التعجيل في توزيع الميراث هو أفضل، ولا يوجد وقت أبدا، يعني حتى لو في نفس لو بعد أن مات بيوم ولا يومين ولا، كلما عجلوا كلما أفضل، حتى لا تقع المشاكل والخصومات ويدخل الناس بقى في 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 أشياء. وإذا كان هناك جنين، إذا كان هناك مثلا زوجته حامل كما قالوا مثلا، يوضع نصيب الحمل على جنب، نصيب الحمل بأكبر النصيبين كما قالوا، وبعدين مثلا نصيب الولد، فلو جاءت بنت الباقي يوزع على الورثة مرة ثانية. ولكن الأصل أن يوزع. نحن رأينا إشكالات كبيرة تقع بين العائلات عندما يتأخر الميراث إلى أن يموت أولاد الميت، ثم يأتوا الأحفاد فيتقاتلوا فيما بينهم، أو يموت بعض أولاد الميت وال البعض الآخر أحياء، فيتقاتل الأولاد مع أعمامهم، لأن الأعمام لا يريدون أن يعطوا الحق مثلا يعني لأولاد أخيهم وشيء من هذا القبيل. ولذلك الأولى الإسراع في توزيع التركة بعد قضاء الديون، وبعد طبعا دفن الميت وتغسيله، وبعد قضاء الديون ثم تنفيذ الوصية، الديون سواء كانت دين لله كالصيام أو الزكاة، سواء كانت دينا لله سبحانه وتعالى أو سواء كانت دينا للناس، بعد ذلك يأتي توزيع التركة. نعم. سؤال آخر، إذا شخص كان له دين على آخر وكلما يأتي موعد السداد يعتذر المدين أنه غير قادر على السداد فيسامحه ويمهله مدة أخرى، هل كل مرة يسامحه فيها يكتب له أجر جديد؟ أكيد نعم، يعني كل مرة يمهل أخاه فيكتب له أجر ويؤتى به يوم القيامة إن شاء الله، فيكون من الذين يعني يكرمهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا ينذر المعسرين، هؤلاء لهم منزلة عند الله عز وجل، الذي ينذر المعسر له منزلة عند الله سبحانه وتعالى وله درجة عند الحق جل في علاه في جنة عدن. نعم. السؤال الآخر، ما هي الأشياء التي تعين الشخص على الثبات في زمن الفتن؟ التي
تعين الشخص على الثبات في زمن الفتن؟ أول شيء الاستعانة بالله. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لا يزعم الإنسان أنه قادر على تحمل الفتن والبلايا وإلى آخره. وحتى يستعين بالله لابد أن يكون قريبا منه، قريب من الله سبحانه وتعالى، تاليا لكتابه، مؤديا لفرائضه وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة لها مكانة كبيرة جدا في عصمة الإنسان من الفتن، لأنها تعينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليس الصالح والجليس السوء بحامل المسك ونافخ الكير، عندما قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ المسك إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحبة السوء وصحبة الخير. ولذلك الصحبة هي عون. بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى تأتي الصحبة الطيبة، عون لتخطي الأزمات والفتن والمحن، ويعني تعينك على الصبر على ما ابتلاك الله سبحانه وتعالى به. الأمر الآخر يعني لزوم المساجد. لزوم المساجد لأن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يدخل بيت الله يشعر بالبرد ويشعر بالسلام ويشعر بالأمن والأمان. لا أعني برد الشتاء وإنما أعني برد اليقين بالله سبحانه وتعالى. عندما يدخل بيته وينتظر الصلاة ويصلي مع الإمام وجماعة يسمع موعظة، هكذا أكيد هذه أيضا تعينه على نوائب الظهر. نعم نعم. طيب شيخنا، وطبعا وسائل كثيرة جدا. نعم هذه يعني بعضها، وإن شاء الله نخصص حلقات مستقبلا لهذا. إذا تعرض أحدهم لاعتداء من أخ مسلم لكنه معتدي وأراد أن يقتله، فهو من باب الدفاع عن نفسه قاوم ذلك المعتدي فإذا به يقتله، هنا المعتدى عليه تحول إلى قاتل، هل يأثم بينما هو قتل دفاعا عن النفس؟ يعني أنا سأتكلم كلام عام، أن هذه القضية تحتاج إلى قضاء يحكم فيها لينظر هل هو كان دفاعا عن النفس، هل كان بينهم خصومة، هل إلى آخره. لكن أنا عامة أبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون نفسي فهو شهيد، من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون أهلي فهو شهيد، دون عرضي. فالذي يقتل دفاعا عن نفسه لا شك، الذي يقتل دفاعا عن نفسه فهو شهيد، الذي يقتل دفاعا عن مالي فهو شهيد، الذي يقتل دفاعا عن عرضي وأهلي هو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. وأما الذي يأتي ليعتدي عليه، ف إذا كان الأمر بينهما سجالا بمعنى خلافا، فيجب أن يتحاشى المقاتلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التقاء المسلمين بالسيف أو يعني بأي شيء. قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، ذاك القاتل، يعني عرفنا القاتل، في النار، فما بال المقتول؟ يقول: كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. يقول أيضا السائل: ماذا لو سمع تهديدا من أحدهم أنه يريد قتله، فهو قال لك أنا قبل ما يتعشى علي أنا بتغدى عليه وبروح بقتله؟ لا، هذا يسمى قاتل. يعني القتل لا يكون بالسماع ولا يكون بالكلام. يعني حتى لو جاء من يقول له أنا أريد أن أقتلك، لا يسارع في أقتله، لا، حتى يرى منه اعتداء عليه حقيقي لقتله. لكن لا، مجرد الكلام عليه أن يأخذ حذرة. لا نقول له لا تأخذ حذرك، نقول له أخذ حذرك، لكن لا، إياك أن تتعدى على أخيك، إياك أن تتعدى على أخيك بالقتل أبدا، حتى يأتي هو ليبارزك. عندما ترى ذلك أنت في حالة الدفاع، هذا شيء آخر. لا، لنفرض أنه مسلم في شحنة، في واحد معاه خصومة وهددوا بالقتل وبعدين إجا قتله،
طب ما أنت كسبتها صرت شهيد ورحت على الجنة دايركت، لكن إذا أنت كنت القاتل حتدخل في قصة طويلة جدا يعني. أحسن. الله المستعان. الله يجزيكم الخير فضيلة الشيخ حسان حلاوة الأمين العام لمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر موصول لكل من تابعنا، على أمل أن نلقاكم غدا بنفس الموعد. هذه أطيب التحيات مني ومن زملائي فريق البرنامج، أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.